حنا كاينين في مكتبه خدمه الكتاب الدار البيضاء. الكتب المدرسيه طرا عليها تغيير كبير. الكتب اللي تنجيبهم برا عندهم تغيير كبير، دونك عالي الثمن، ترتفع الثمن. الادوات المدرسيه كذلك ترتفع الثمن، الا الكتب ديال الدوله ديال الوزاره هذاك ما طراش عليها اي تغيير، ولكن مع الاسف الاخرين كلهم والناس مساكن الوالدين راه هما صعيب عليهم تيجيو لهنا وتقول لك هادشي بزاف، هادشي زاد بزاف سورتو الادوات المدرسيه. الاغلبيه الكتب اللي تنجيبوها من برا ديال المدارس الحره هادوك تزاد فيهم حتى ل 15% 20% 30% في الكتاب. اما الادوات المدرسيه ف 25% تزاد فيهم. الورق البابي بابي الدفتر تزاد فيه الثمن بزاف 25%، لي غامات زعما كلشي مرتفع الا الحمد لله الكتب ديال الوزاره.